تطورات جديدة في المشهد العسكري في مدينة تعز خلال المعارك الأخيرة التي شهدتها الجبهة الغربية والشرقية. تقدم جديد حققه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الجبهة الغربية بعد معارك عنيفة أدت إلى السيطرة على مواقع عدة كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح. ووفقا للمصادر الميدانية فإن قوات الجيش والمقاومة سيطرت على تبة الخوعة ومواقع أخرى في حي الدحي وسط محاولة للسيطرة على تبة الإريال المطلة على منفذ الدحي. صباح هذا اليوم بدأت المواجهات بين المقاومة الشعبية في المحور الغربي وبتكاتف جميع الجبهات في المدينة مع قوات المخلوع صالح وعصابة الحوثيين. المواجهات ما زالت مستمرة في تبة الخوعة وتبة الإريال باتجاه الحصب. نحن نتقدم في جميع الاتجاهات. بعين الله عز وجل سيتم السيطرة على جميع الأماكن بإرادة وعزيمة وإصرار من جميع الشباب. وشنت المقاومة الشعبية قصفا بالدبابات على تجمعات الميليشيا بجوار جامعة تعز القريبة من منفذ الدحي غرب المدينة، وسقط على إثرها قتلى وجرحى من الميليشيا. في الحصب تعرضت عدد من مواقع الميليشيا لقصف من قبل المقاومة الشعبية بصواريخ محلية الصون ومواقع أخرى في الدفاع الجوي. أما في الجبهة الشرقية فقد اندلعت اشتباكات عنيفة عقب محاولة جديدة للميليشيا التسلل إلى مواقع المقاومة في أحياء الجحملية وثعبات وصالة، لكن المقاومة تصدت لهم. وتجري المواجهات في الوقت الذي تقصف الميليشيا بقذائف الدبابات وصواريخ الكاتيوشا أحياء سكنية كحي الإخوة وأحياء أخرى وسط المدينة وقرى في جبل صبر. معركة من نوع آخر سجلت فيها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية انتصارا محدودا قد يعجل بعملية عسكرية واسعة تهدف إلى فك الحصار عن المدينة.